طبعا كما سلفنا المجال مفتوح، واعتقد اخونا حجاج المقاطي عنده مشاركه، فليتفضل. يا الله. مساكم الله بالخير جميع، ونعتذر من اخونا عبد الرحمن، ما عندي خبر ولا الله يبشر بقسيت، لكن هو عارف اللي بالخاطر، هو عارف اللي بالخاطر، ولا حسبنا ان في تقديم ولا سوينا له اللي يستاهله، هو لابته كلهم يستاهلون كل علم طيب، لكن الشباب طلبوا مني مشاركه، وانا عندي مشاركة في قصيدة للشاعر سعيد بن هيس المقاطي، شاعر الحكمة، والقصيدة تعبر عن معناها. يقول الشاعر: يا الله يلي تخلق النون في العين، يا مقنع الكل بعقله ودينه، انك تجعلنا من المستدلين، نهار يوم كلنا حاضرينه، نهار يوم فيه عدل الموازين، كل بذنب شايلة في جبينه، من يوم يولد حافظين المواميل، واللي يسوي بالقلم كاتبينه، مكتوب في لوحة على الزين، والشين مكتوب في لوحة بزينه، وشينه كتاب ضباط المواميل، عدلين لا زايدين امره ولا ناقصين، كلام فاهم للرجال الفهيمين، كلام فاهم للرجال الفهيمين، وفوايد الله للقلوب الفطينة، ولا الخبول خبول ما هم بدارين، لا عارفين امره لا حاسبينه، نمشي على التقوى ونمشي على الدين، حول نتقي راجين ربي يعينه، حنا بدنيانا مغير متلهين، ولا ترانا دربنا عارفين. سلامتكم.